يا جماعة أنا الحمد لله هتكل على الله وسافر عشان أوفر لكم المية عشان تستحموا وتشربوا، وسايب لكم جركن مية كامل يكفيكم لغاية بكرة لغاية أما أرجع. يا حبيبي قلت لك 100 مرة قسم المية دي قسمة العدل قبل ما تمشي عشان ما يحصلش بينا صراع قدامي. صراع يا أم صراع؟ يا نهار أبيض، ده إحنا بنتحايل عليك عشان تغسلي وشك بالعافية. سناء سناء، وبعدين انا مش عايز خلافات من اولها، وبعد اذنكم يا جماعه الميه موجوده اهي، وعايزكم كمان تحاولوا ما تستخدموهاش، يعني تطبخوا من غير ميه، وتبعدوا عن الاكل اللي بيعطش زي الطعميه زي المش زي الفسيخ. انا عن نفسي ما بحبش الحاجات دي، لكن امك واختك المفجوعين طول النهار بيجيبوا الحاجات الغريبه دي ياكلوها. بابا لو سمحتي خد المسدسات دي ملاها لي ميه وانت جاي. قوي يا حب. لا 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 بلاش اخد معايا مسدسات عشان ما يتهمونيش ان انا بتاجر في السلاح ولا حاجه، الواحد لازم ياخد حذره برضو. يعني انا عن نفسي هروح اقعد عند واحده صاحبتي واريح دماغي. صاحبتك ايه؟ هو اي ساعه وخلاص؟ عايزه اي مبرر عشان تخرج بيه بره البيت. طب ايه رايك بقى ان كلنا كده هنتنازل عن الجركن بتاع الميه ده ليكي، بس ما تخرجيش. بص بقى، انا ما اتكلمتش ولا كلمه وانا ساكته من الصبح، بس انا اما هاخد الجركن ده وانا اللي اوزع عليهم الميه. يا ماما يا جماعه ارحموني يا اخوانا، انتوا مش مقدرين الرحله اللي انا طالعها، انا رايح رحله كلها مخاطر. بيبي انت قدها وقدود يا بيبي، انت مقاتل شرس. مقاتل شرس ده لما ببقى مع رمزي، لكن انا دلوقتي الموضوع اخطر من رمزي، انا رايح للمخاطر، المخاطر بعينها. ربنا معاك يا حبيبي، تعيش وترجع لي بألف سلامة. على اللقاء. على اللقاء يا علينا. بالسلامة. مع السلامة يا عادل. سلامة يا عادل. سلامة يا عادل. دولة حبيبي دولة. ايه اللي جابك هنا؟ دولة العربيات جاهزة تحت يا عم، وبوصلة مستني تحت وكله جاهز، انت ايه اللي مأخرك كده؟ طب ما انا عارف ان كله جاهز، ما انا كنت نازل اهو يا جماعة. مش هوصيكوا يا جماعة، خدوا بالكم من بعضيكوا، انا رايح رحلة صعبة جدا عشان اجيب لكم ايه؟ عشان اجيب لكم المية اللي هتشربوا وتستحموا وتسقوا الزرع اللي في البلكونة منها. خدوا بالكم من بعضيكوا، عندكم جرك اللي هو هيكفيكوا. ولا رمزي؟ نعم دول. روح هات جرك المية ده يالا. حاضر. كل مكانه، ارجع ارجع ارجع، راح اجيب لكم ميه. اجري.